هي تميل هنا عندنا اليوم. ديل 87 يا اخوان، حجم 635 سي اس اي. هذه مواصفات السيارة هنا بالكامل مثل ما انتم شايفين. سيارة ما شاء الله جميلة من نوعها، نظيفة، الوانها بعد جميلة، ايقونة بي ام دبليو لن تتكرر ثاني مرة بعد هذه السيارة صراحة. السيارة الحلوة وجد عليها ملاحظات في المقاعد اللي بخالها يمكن تغيير او تضبيط، غير اوتوماتيك مثل ما انتم شايفين، ماشي 82,000 مايل مثل ما نذكر في العداد. الداخلية طبعا لونين، شوي بيج غامق على فاتح، يبغى لها بعض اللمسات في الداخلية.